بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن صباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. حدیث چاہیے ہوتی ہے ہم جاتے ہیں ویسے پہنچتے ہیں فلانے کی روایت فلانی کتاب کی مارفت کی. ان متقدمین کا بہت زمانہ اللہ کے رسول کو عقل نہیں دی، ان کو جو حدیث چاہیے یہ چیزیں نہیں تھیں کتاب و کتاب کا حوالہ دے، بلکہ حدیث وہی ہوگی جو اپنی سنت سے اٹھا کے لے آئیں گے ان کو فلانے فلانے فلانے. اس میں نام دیکھتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہوتی ہے، لیکن حضوری صاحب اپنی سند لائیں، حدیث کا وجود ہی نہیں تھا سند کے بغیر، جو کتابیں نہیں تھیں اس کے پاس کتاب کا حوالہ دیا جا سکتا، اس لیے پھر تبحث بھی حدیثوں کی زیادہ تھی. اس طرح نا ہمارے زمانے میں کوشش کیا ہوتی ہے، اس کو زیادہ حدیثیں چاہیے، زیادہ کتابیں خریدنی ہوں تاکہ زیادہ حدیثوں تک رسائی ہے. اس زمانے میں زیادہ حدیثوں کے لیے زیادہ پڑھنا پڑتا تھا، زیادہ سفر کرنے پڑتے تھے، زیادہ شیوخ کی ضرورت ہوتی تھی. یہی فرق ہے اس زمانے میں اور اس تمیز کے زمانے میں اور تفریح. جی، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ماں کے پیٹ میں لکھا گیا کہ کس کا شکیہ سائن. قال اخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 ليله، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين: ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه طرق جماعة. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أمر وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، ما هذا أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب. ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: اكتب، فيكتب. ثم يكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. لا ينقص. سيدي في البيت يا كمين زيادة. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت: خزيا للشيطان، يصعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول: يا رب،
أشقي أم سعيد فيقضي ربك بما يشاء فيها ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. وقال أخبرنا أبو عبيدة لي بن الحسين بن حرب قال حدثنا ابن أشعر أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عدي ابن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من بعث بغيره. قال قلت خزيا للشيطان أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فلقي حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود قال فلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها ثم قال أي رب أشقي أم سعيد فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك أي رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك أي رب أجله فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى معترضا أي رب أذكر أم أنثى قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي رب شقي أم سعيد قال فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أنطفى قال أي رب أعلق أي رب أمضغة فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك ملك أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الأجل فما الرزق فيكتب ذلك في بطن أمه. وقال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق بعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول شقي أم سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول أي رب ما رزقه فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه قال خلائق ما خلقه أو ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. وقال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي يعني يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من سعد في بطنها. وقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. وقال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء وإن العبد
ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. خاتمے کی خرابی اور شکاوت کا غالب آنا، یا اسی طرح شکاوت کا دبنا اور سعادت کا غالب آنا، یہ طرف طرف جی یوفق ما یوفق لعمل صالح تک علم جی. وقال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن نصر بن جزي ابي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنة خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنة وخلق فرعون في بطن أمه كافرة. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخزومي مخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال ابن معين عن نصر ليس هو بشيء عجيب هذا كمان ابن معين جب ليس بشيء کہتے ہیں تو اور ليس حدیث بشيء اس میں فرق ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی حدیثیں کم ہیں. قليل الحديث جي قليل الحديث کو بعض 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 فهمه جي جي معين صاحب جو ہے ليس بشيء کہتے ہیں کہ خاص خاطر ليس نہیں ہے اور بعض بعض ذرا بھی ہوتا ہے جی جی. خلق الله يحيى بن زكريا في بطن امه مؤمنا وخلق الله فرعون في بطن امه كافرا. اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کفر اسلام پر پیدا کرتا ہے جو کفر کفر پر وہ تو کل مولد مولد والا الفطر والی بات ہے، ہر ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے معنی لکھ ہے، جو لکھنا ہے ایک کا کافر دوسرے کا مسلمان ہے ماں کے پیٹ میں ہی ہوا، یعنی تقدیر جو ہے اس کا لکھنا جو ہے اسٹیمپ سے. باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ولا يصح له الإيمان إلا به. قال أخبرنا سري أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا عثمان بن أبي عتيقة قال حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبا أوصني قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتق الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. یہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر بندے کا ایمان درست ہو ہی نہیں سکتا، لا يصح العبد پر ان کے بعد افراد یاد رہیں گے ایمان کی صحت جو ہے وہ تقدیر پر ایمان وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت فقال يا أبتي أوصني واجتهد. قال اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم فقال له اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وقال أخبرنا الفريابي قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزهراء
زاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن ديلمي أنه لقي زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. تو بری چیز تو کفر تک چلی جاتی ہے. یہ جو ہے یہ جیسے آج ابن دیلمی آئے ہیں ابن ثابت کو یہ اصل صحیح ہے اور کہا کہ مجھے کچھ شک کا تقدیر کے بارے میں کچھ آپ بتائیں تاکہ ایسے حال لکھیں. اس سے بندہ کفر کی تقدیر پہنچتا ہے بارے میں اس کو سمجھ سے علاج کرنا چاہیے. جی ولو رحمهم كانت رحمته اياهم خير لهم من اعمالهم. اور تعمل والی بات ہے وسوسے کا کسی کو تقدیر میں کسی بھی شریعت کے معاملے میں پڑ گئے ہیں دبائی رکھے باہر نہ نکالیں عمل نہ کرے اس پر نظریہ نہ بنائے اور اللہ سے پناہیں مانگتا رہے اس کو حل ڈھونڈتا رہے. جی ولو رحمهم كانت رحمته اياهم خيرا لهم من اعمالهم ولو ان لامرئ مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كله. وقال أخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال أخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن جعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله رسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقال حدثنا فريابي إملاء قال حدثنا إسحاق بن رهوي قال أخبرنا النصر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وذكر الحديث بطوله إلى قوله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت وذكر باقي الحديث.
وقال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد القصري البجلي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني ما الإسلام؟ قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. وذكر الحديث إلى قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر.